عندان عيسى عندان شوف ايش لون حطه الله قويه مرة في الجول لعيسى خليفة مرة ثانية لأن في عيسى عبد الله وفي عيسى خليفة ثلاثة عيسى عبد الله وأربعة عيسى خليفة توصل مرة ثانية لماجد هو حارس المرمى طلعها توصل لماجد حطها في الجول جول جول ماجد عبد الله حط الجول الرابع جول هو الجول ماجد عبد الله وحط سعود لعدلها لماجد ماجد هو الجول حط الهدف الرابع في دقيقة 45 ماجد عبد الله حط ماجد يلعبها ويعدي من عنبر وعدى هو الجول راح حطها بالجول جول جول الجول الخامس الجول الخامس الجول الخامس بالدقيقة خمسة أيضا من الشوط الأول الثاني الجول الخامس ماجد عبد الله تلعب الكرة توصل ناحية ماجد هو الجول ماجد هو الجول راح حطها بالجول راحت الجول راحت الجول جول جول مو معقولة خلاص ماجد هو الهدف ستة أهداف ستة ماجد ستة ستة منتخب المملكة السعودية ماجد عبد الله والهدف السادس في الدقيقة 2